السلام عليكم. طبعا احنا بنرحب بيكم وبندعوكم تاني وتالت ورابع ان شاء الله ان انتم تحضروا معانا اكبر مؤتمر في الشرق الاوسط كله، راينو ايجيبت. زي ما انتم متعودين دايما في جديد. الجديد معانا ان شاء الله السنه دي ان انت حضرتك هتيجي، هتلاقي في كادافر ديسكشن، هتلاقي حضرتك زملاء كتير من جميع انحاء العالم موجودين. ومش بس كده، ده المؤتمر كمان شغال فيرتشوال، يعني حضرتك لو انت قاعد في بيتك ممكن انت تشوف كل اللي انت عايزه. فان شاء الله يبقى مؤتمر ناجح بوجود حضراتكم، واحنا كلنا ان شاء الله منتظرينكم جميعا ان شاء الله في راينو ايجيبت 2022 ان شاء الله في انتر كونتيننتال من 3 ل 5 مارس. اهلا بكم.